2016 شهر 4 جانا التعويض، قالوا لنا عند الباشا درنا اجتماع، قالوا لنا بان غادي تدوز على جوج مراحل. المرحله الاولى غادي يكون قرعه بالنسبه للديور الصغار، وعطاونا جوج تجزئات، تجزئات تديلي اللي تابعه للقياده ديال ايزيكي، وتجزئه بنو سينا اللي تابعه للقياده ديال معطله. المرحله الثانيه هي ديال الديور الكبار، الديور الكبار عيطوا شي تقريبا جايه تقريبا العام عاد عيطوا لهم، فاذا بالناس كانوا عندهم ديور كبار 120 متر فوق ال 100 شحال تعطيهم، تعطيهم 63 متر في شارع واحد. دابا مؤخرا فاش مشينا للدائره لقينا اسماء بعض الناس، اننا شخصيا ومع المجموعه اللي بقات، ومشكور السيد العميد ديال الدائره 12 بان هاد الناس عندهم سيسان اخرين، معوضين سيسان اخرين في بنو سينا، وهما ساكنين ديجا في التاديري رحال، والباقي والباقيين هادو اللي غير مستفيدين انه كل واحد والحاله ديالو. بحال الاخ هذا راه ولد مول البلاد اللي الدار كبيره، وهاد العرصه تقريبا رفتو تدرت جاب الطوبوغراف 600 متر. الحاله ديالي انا جمعوني انا والاخ ديالي والاب وكل والمنزل ديالو وكل والعائله ديالو، وانا عندي الدار 120 متر، خويا عنده 54 متر، الاب ديالي عنده 160 متر، والمحل التجاري كيبيع فيه الفحم بالجمله، ومن السبعينات هو ساكن في الدوار، يعني من يعني المستحق باننا حنا الاولين ندوزو. وباقي لحد الساعه كنترجاو، ودرنا اجتماع، درنا اجتماع مع القائد، مع الاجتماعات مع السيد الباشا، تيخرج واحد النهار السيد القائد ديال 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 القياده ديال ايزيكي، ومع واحد اللجنه كيقول لك اودي المشكل ماشي ديال السلطه، المشكل ديال تقني ديال الطوبوغراف اللي درنا هذا المشكل. من بعد واحد ثلاثة سيمانات انه كيعيط ليا انا والاب ديالي والاخ، وتعطينا شي ارقام، تيقول لك اودي ها الارقام اللي خرجوا لكم، ووافقنا وافقنا على ديك الارقام، وسنينا عنده قالنا تكتبوا التزامكم كوارا نتوما راه قابلين باش ماشي يخرجوا لكم في القرار وتراجعوا في الاخر. ودرنا التزام باننا حنا راه قابلين هذوك الارقام ديال التعويض اللي عطاونا في التاديري رحال، النمره 101 والنمره 88، وساس سكني 54 متر الاخ ديالي. من بعد واحد المده انه الممثل ديال المجلس تيقول لي صافي هدمي المنزل ديال المنازل ديالكم راه القرار خرج. واش بهذه العباره واش نجيب لكم القروه؟ قلت راه ماشي عندنا المشكل في القروه، لا المشكل عندنا في القرار، غير نشوفوا القرار واش الارقام اللي عطاونا وسنين عليهم واش هما اللي خرجوا. فاذا به مني كنمشي للقياده تلقى القائد تبدل، تلقى الارقام اللي كان عطاونا ماشي هي اللي في القرار، فتما رفضنا المطالب بان تسول كل واحد. بحال الاخ لقى البقعه في بنو سينا، وهذاك الرقم اللي لقاه في سميتو انه باغيه، هاد الناس محسيين راه والدينا بجوجهم راه جاو في السبعينات، راه حتى هما قدام بحالنا بحالهم، وبوليداتهم ومزوجين في 2002 وبوليداتهم، يعني كل واحد يطلب بالبقعه مستقل على الاخر، هما جمعوهم في بقعه وحده. بالنسبه للحاله ديالي انا والاخ والاب ديالي، هادوك الارقام اللي كانوا عطاونا وسنينا عليهم، قدمنا عده شكايات للسيد الوالي بان هادوك الارقام يرجعوا لينا، حنا ما بغيناش هادوك الارقام اللي بدلوا لينا. انا كان سميتي عبد الاله، تنتوجد دوار بن حماد القرناوي، كان جانا الناس ديال التعويض باش يعوضوا، تعوضوا شي وحدين وشي وحدين، وحنا واحد 9 الحالات بقينا هنايا، تنمشيو للولايه ونعاودوا نجيو، تقريبا جايه دابا 4 سنين، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، تنتفاجئ واحد النهارات بنصاوب نعاود لاكارت، ملي بغيت نعاود لاكارت ما باش يعطوني شهاده السكنه، مشيت للقياده، مشيت للمقدم هو الاول ما باش يعطيني، مشيت للقيد ما باش يعطيني، مشيت للباشا ما باش، مشيت زدت تنغوت في الولايه، تنغوت في الولايه تقريبا شي 15 يوم ولا 10 ايام، تنمشي ونجي، هي هذيك تا ولاو عيطوا للقيد، القيد ولا عيط عليا قال لي جي شد شهاده السكنه، شديت شهاده السكنه من عند القيد وانا نمشي عند البوليس الدائره 12. ومن هذا المبربر من هذا المبربر تنشكر الدائره 12 لانه ما داروش معايا شي صعوبات ولا شي حاجه، لانه واش قالوا لي قالوا انت ساكن؟ قلت لهم ساكن، قال لي غادي نديروا معاينه، جاوا داروا معاينه، قالوا لي بعدا انتم راه معوضين، قلت له حنا باقي ساكنين، قال لي لا انتم معوضين، قال لي ها اللائحه ديالكم انتم راك معوض، ها النمره ديالك فلان فلان فلانيه، وراني تا نمره البقعه وانا ما معوضش باقي ساكن. هما يجيو جا الرئيس تنشكروا الله يجزيه بخير، جات دار معاينه، شاف المحل، عيط عليهم عطوني شهادات السكنه،
وانا ملي تمشي تنمشي على حسب داك التعويض ديالي اللي خارج ليا، حتى واحد ما بغى يعطيني شي حاجه، ما بيقول لي حتى شي حاجه. ولينا درنا شكايه شيف ابويا مع الوالي، عاوتاني تعرضنا ليه، عطينا هذيك الشكايه كتابيين. وهاد الايام حتى البارح حتى نمشيو نجيو ما بغى يتواجد معنا حتى شي حد، ما بغى يتواجد معنا. بغينا تنطالبوا بديك اللائحه نشوفوها ديال التعويض، ونطالبوا بهذا التعويض هذا يتعاود فيه بحث. دوار بن احمد القرناوي حدا سكومه حدا تزيئات الحسن الثاني. احنا من الساكنه ديال الناس اللي في الدوار بكري، الساكنه الناس الاولانيين في الدوار. وحنا سيجي من 84 حنا تنسكنوا هنايا. سيدي حنا انا بالمحل ديالي، والاخ ديالو الاخ ديالي حتى هو بالمحل ديالو. نهار تيكون نهار دازو كاع الاحصان الاولانيه والثانيه، كاع الاحصات اللي دازو كلهم، كل واحد فينا محصن في المحل ديالو. النهار جا الاعلان بلي ان راه تم الترحيل، تفاجئنا في الورقه لقينا فيها حنا بلي ان دايرينا بجوج في ساس واحد. انا مشيت عند القايد، قلت له استاذ القايد حنا راه كاع الاخ ديالي راه بوحدو في محله بوحدو، وانا في المحل ديالي بوحدي، وهاد الناس راه جمعونا في قرار واحد. قال لك اسيدي غادي كل حل ان شاء الله، غادي نشوف لكم شي ان شاء الله شي دوك. كاين سي دابا كاين بحال البلاصه فين شدينا حنايا، فين قلنا له في المحامي تزيدت بني سينا كاينه 60 متر، وكاين بلايص اخرين فيهم 120 متر. قال نشوف لكم شي بقعه بعدكم فيها 120 متر، وتساعد انت وخوك وتقسموها. صح داكشي كله هو، ما داكشي ما بقى نتمنى حتى شي حاجه، ما لا 60 متر لا انا ما باقي هذيك 120 متر ما بقى بين ما شفناهاش. فاش الاخ ديالي كان حتى هو كان ديك الساعه عنده شي مشاكل داكشي كان في المسجون، فاش خرج من السجن هو، فاش خرج رفع الدواء بلا انه هو راه المحل ديالو بوحدو وانا المحل ديالي بوحدي، وردوا لي القرار في السميه ديالو هو بوحدو، وقالوا ليه الا بيتي القرار ديالك خصك تريب المحل ديالك والمحل ديال خوك، وانا المحل ديالي بوحدي، وانا محسن من الاحصان الاولانيه، من الاحصان داز في الاول وداز عاود الثاني وداز الثالث، قال الاحصان كلهم اللي دازوا تنتحصى فيهم انا بوحدي وخويا تيتحصى بوحدو. المهم المشكل اللي كاين هو دابا انا ما تنطلب شي حاجه، وخا تنطلب باش تعوضوا الجيران ديالنا نطوض انا بحالي بحالهم، الله يجزيكم بخير. هادشي هو اللي تنطلب انا. المشكل ديال اخويا انا ديجا خرجت التعويض في محلي انا، وخرجوا في سميتي انا والاخ ديالي، وفاش مشيت بحثت في هذاك الشيء ولاو ردوا لي في سميتي انايا، وفاش ناخذ القرار باش نهدم المحل ديالي ونمشي للبقعه ديالي اللي عوضوا ليا، قالوا لي خصك تريب المحل ديال خوك. حنا هو الاخ المحل ديالو في الجانب ديالي انايا، فاش ما قبلت ليهم مشيت عاوتاني عندهم، قلت لهم انا بغيت نتحول هكذا هكذا، بقى مع دوك الناس حتى نديروا الحل الجميع. انت ما راه خديتي ديالك، خلي بقى تما مع الناس تنديروا الحل الجميع، ولحد انا باقي ما درنا معنا حتى حل. راه مشينا للولايه سولنا داكشي، قال لنا بان حنا راه معوضين، وحنا ما باقي حنا ساكنين في محلاتنا اللي مشينا عندو واحد كيلو، حنا الاخر مشينا للكتابة العامة كيلو، حنا مشينا للكاتب العام كيلو، حنا المكتب تاع الديوان، المكتب تاع الديوان كيلو، حنا للتعمير، وحتى واحد ما بغا يجتاوب ما غاديش يجتاوب معنا في هذا الشيء هذا. مطالب حنا كنطالبوا بتحقيق في هذا الترحيل هذا، وكنطالبوا بالتعويض بحالنا بحال الناس كيتعوضوا، الناس حنا بغينا نتعوضوا، ما كنطالبوش حاجة أخرى.